اه طبعا مفهوم. رجعنا تاني لحضراتكم ولسه ما زلنا مكملين، وشفنا يعني انه العام كان مليء الحقيقة بالوقفات الاحتجاجية والتجاوزات من قبل الطلبة. اوكي، احنا بنتكلم ان الطالب رايح مكان علشان يتعلم، كون ان هو مش رايح يتعلم وبيمنع زمايله كمان ان هم يتعلموا، وكمان بيثير اعمال عنف داخل الجامعة، مش معنى كده ان احنا لازم نسميله، لا ده غلط وهنفضل نقول عليه غلط. الجامعة مكان لتلقي العلم، لأن الدولة مش دافعة لسيادتك فلوس أو بتدعم سيادتك عشان تتعلم علشان تروح تعمل أزمات وتسيس الجامعة. ده كان طبعا كلها كانت مشاهد مرفوضة، وأعتقد أنه لو حصل التاني داخل الجامعات لابد أن يكون في وقفة. مش بس بنتكلم الحلول مش دايما أمنية، بس أعتقد أن الحل السياسي مع الطلبة، وأعتقد أن وزارة التعليم العالي معنية بحل هذه الأمور. لو حصل ده من قبل الطلبة مرة تانية يا فندم، وأعتقد أن ده أثار استياء الأهالي كلهم. تمام. هم عايزين بعتين أولادهم يتعلموا، مش ذنبهم أبدا أن في ناس بتتصرف هذه التصرفات. تمام. هيكون إيه رد الفعل يا فندم من قبل وزارة التعليم العالي؟ حضرتك أستاذ إيمان، إحنا بنتبع برضو استراتيجية في التعامل مع الطلاب. تمام. وليس ردة فعل. يعني إحنا بنبدأ بالتحاور، بالنقاش، باللقاء، بالاجتماعات مع القيادات الجامعية على مختلف مستويات، كل السبل السوفت اللي حضرتك ممكن أن تتخيليها لاحتضان أبنائنا الطلاب. لكن إذا كان هناك إصرار من الطالب على أنه لابد أنه يعطل الدراسة أو أنه يحرق أو ده لابد أن يتخذ معه إجراءات رادعة، وهي الفصل. النهاردة القانون المادة 184 وتتيح لرئيس الجامعة أن يفصل الطالب وبعدين يحوله التحقيق، وفي اجراءات رادعه ضد الاخرين في المنسوب الجامعه اللي يفتعلوا مثل هذه الاقدار. الامن ده اللاست ريزورت، الملجا الاخير اللي بنلجا له دايما في هذه الامور. لكن انا بقول لحضرتك انه الغالبيه العظمى من طلابنا بخير، طلاب كويسين. بس كانت المساله ايه؟ انه في 100، انا مثلا كنت في جامعه 100 150، وفي 150 بيتفرجوا عليهم والاغلبيه كلها صامته بتتفرج. لا، الحمد لله من خلال معهد القاده، اعداد القاده في الفتره الماضيه، من خلال احنا بنجيب كل اسبوع 500 طالب من الجامعات، بيقابلوا كبار المشايخ واكثرهم تفوقا، المثقفين، كل رجالات الدوله، مفكرين، ادباء، كله بيقعدوا معاهم وفهموهم وشغالين على الجانب الثقافي والجانب الفكري. الحمد لله هذا التطور في هنا وفي الجامعات أدى إلى أن الطلبة الجزء كبير منهم يا أستاذ إيمان بقى إيجابي. حتى بدأوا يطلقوا مبادرات، يعني زي ما حضرتك بتقول الجامعة بقى جامعتنا بيتنا، إحنا يد واحدة ضد الإرهاب، عايزين نتعلم، عشرات المبادرات. وطلع حتى مجموعة هائلة منهم كده أسمت نفسها سفراء النوايا الحسنة، وعاملين شغل قوي في الجامعات. عملنا حاجة اسمها لجنة التواصل الطلابي عشان يحصل نوع من التواصل بين الطلاب والقيادات. في شغل في الجامعات انا ما اقدرش اتكلم هايل اكتر من وعمرنا ما شفناه هايل، وهنتابع ده او هنشوف تاثير ده كمان في العام الدراسي المقبل ان شاء الله. واحنا خلاص على ابواب العام الدراسي المقبل، وعشان كده بس بقول انه اخواننا يا ريت اللي عمالين يشحنوا في الطلاب بافكار مغلوطه زي عدم المساواه وزي الاساءه والكبار والصغار، ارجو انهم يفهموا ان ده ما يصحش ونحن مقبلين على العام، لان ده تاثيره سيء. لا عندنا عدم مساواه ولا عندنا كبار ولا صغار، الكل في مصر سواسية وفقا للدستور ونؤمن بذلك تماما. واللي عايزين يعملوا منظر او عايزين يعملوا نفسهم حاجة عيب، لان دي له تأثير سيء على الطلاب.